à l'université de Béjaïa et aussi dans ses travaux de l'atelier scientifique pour sa deuxième session. Donc, الأفكار تأتي، الخطابات تتعدد، بعدها تأتي لكي تجسد وتجسد ضمن منهجية علمية ليمكن أن نحكم عليها بأنها سيكون لها طابع استشرافي وطابع يؤخذ فيه القرار وصبغة علمية لا شبهة فيها. إذن الورشة العلمية هي دراسة لثلاثة مصطلحات أساسية في حياة التلميذ، حياته اليومية وكذلك حياته المدرسية. المصطلحات الأساسية هي التغذية، الصحة والنشاط البدني. هذه الدراسة تكون ضمن بروتوكول علمي مسطر وواضح. لكل دراسة غاية، الغاية من هذه الدراسة أولا الفهم، ثانيا المشاورة، ثالثا إدراك حالة المحيط وفهم محتوياته لما يخص نشاط التلميذ، التغذية من نوع النوعية، الكم، الكيف، وكذلك معرفة السلوكات الغذائية خلال الحياة اليومية. هذه الدراسة ترتكز على أدوات لجمع المعلومات. أدوات جمع المعلومات ما هي إلا استبيان. هذا الاستبيان هو استبيان له ثبات وصدق ضمن دراسات دولية متعددة في أنحاء العالم. إذن الأساس الأول هو أساس الوصف. الوصف يكون لوصف الظاهرة بخلال حدوثها. إذن الوصف من خلال دراسات مع مدة يتم تحديدها، ولكل دراسة مضبوطة في الزمان والفضاء. تتطلب الدراسة وهي étude en alimentation, santé et activité physique de l'enfant بالتنسيق بين مؤسسات. إذن هذه الدراسة لكي نضمن لها فاعلية عليها أن تكون ضمن مؤسسات وطنية لها الطابع العلمي. هناك المركز الوطني في التكنولوجيات التغذية الزراعية والمعهد الوطني للبحث في التربية. هناك جهات فاعلة في إدارة التعليم الوطني في ولاية بجاية وهي مديرية التربية لولاية بجاية بهدف السماح بتحليل البيانات المتعلقة بالغذاء، الخمول البدني والأمراض المرتبطة به. لكل دراسة أهداف، هي الوصف استهلاك الغذاء لدى التلاميذ، تقدير مدى انتشار الأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني وعادة الأكل، تقدير مستوى النشاط البدني، تحديد المناطق الغير نشطة باستخدام نهج رسم الخرائط. هناك طريقة ملاحظة لتتبع وتعزيز النشاط البدني، تعزيز التغذية والتثقيف الصحي وإنشاء هيكل مرتبط يسمى وحدة المراقبة المحلية على اليقظة للنشاط البدني والصحة، وهي ترتبط مباشرة بالمركز الوطني للتكنولوجيات وتكنولوجيات التغذية الزراعية. لكل دراسة هناك سياق، وهذا السياق نبرر فيه مدى فعالية هذه الدراسة، وهي دراسة كما قلنا لها أجزاء في فترات منتظمة على مجموعة سكانية محددة جيدا، وهي تلاميذ المستوى الابتدائي وبالأخص أقسام السنة الخامسة. هناك سياق بيئي كذلك، التلميذ ينتمي إلى سياق بيئي. في هذه الدراسة يتعلق الأمر بالتحقق من تأثير البيئة، هل هي البيئة تسمح بممارسة النشاط البدني؟ هل هي بيئة تعزز الخمول ولا النشاط البدني؟ هل هي بيئة تعطي كل مرتكزات تربوية لطريقة الصحة، سواء الصحة البدنية أو الصحة كذلك الجسدية، دونك هيجين كوربورال هيجين فيزيك، وكذلك على ما يخص كل من الصحة البدنية. الطريقة قلنا هي طريقة ملاحظة، يعني سنلاحظ كل مراحل الغذاء، الصحة والنشاط البدني في كل مستويات التعليم، أي من الطور الابتدائي، الطور المتوسط والطور الثانوي.
La population visée أي مجموعة البحث المستهدفة هي التلاميذ. معايير الاستبعاد عدم أن يكون التلميذ في حالة مرضية أو غياب. معايير الاشتمال من أجل إعطاء جمهور نظرة أكثر عامة يمكن أن يتضمن هذا القسم وصفا موجزا للهدف، يعني نأخذ كل من هو حاضر في مدة الدراسة. دونك الطريقة لقد تم توضيحها وهي طريقة ملاحظة عرضية. مجتمع البحث تلاميذ السنة الخامسة كافة على ربوع إقليم ولاية بجاية، السن من 10 إلى 11 سنة. معايير الاستبعاد ومعايير الاشتمال تم التطرق إليها. تصميم الاستطلاع هو استبيان. هذا الاستبيان قلنا أن له ثبات، قياس ثبات، وكذلك مستوى استعمال واسع في الدراسات العلمية. ثانيا هناك أخذ بعين الاعتبار للجانب الجغرافي للدراسة وعينية البحث. الحصول على عينة من 18,000 طفل يمثلون المدارس المعنية. مستوى ثاني في الدراسة هي المستوى الصحي، وهي دراسة القياسات الأنتروبومترية وتحاليل الدم. ديابو. البحث هو منظم تنظيم يوم تكويني حول منهجية استعمال أدوات جمع البيانات طريقة الاستبيان. وها نحن هنا للمرة الثانية وهو مرحلة الإدماج، توزيع الاستبيان على مستوى المدارس ويكون باستعمال طريقة الإلكترونية. مستوى المسح الاستبيان، استبيان تذكير 24 ساعة. مستوى النشاط البدني، استبيان ذلك. المستوى الثاني وهو مستوى الفحص الطبي، القياسات البيومترية، مؤشر الكتلة الجسمية، الكتلة العضلية، الكتلة الذهنية، مقاس الخصر ومحيط الورك. مستوى الفحص الطبي وقاعدة البيانات، عينة الدم، رفنس، سيبيكا وسيربي. الهدف من المسح والحصول على عينة إجمالية. ثانيا الحصول على هذه العينة يتم استخدام عدة قواعد بيانات لكل من مديرية الصحة ومديرية التربية بولاية بجاية. الآن سنخوض مرحلة ثانية وهي مهمة، وهي التعرف على الاستبيان. ما هو هذا الاستبيان؟ كيف طريقة تسجيل المعلومات؟ ثم في الأخير كيف يتم توجيه هذا الاستبيان إلى المركز الإعلام العالي المتخصص في هذا الألب. الاستمارة تكون بهذا الشكل، استمارة سلوكات تغذوية والنشاط البدني. الأول عندنا المعلومات الخاصة بالتلميذ، القب، الاسم، الدائرة البلدية وكذلك المدرسة. المستوى الثاني هناك الأسئلة متعددة ولها أنماط متعددة. أولا هل قابلت مختص في التغذية الغذائية؟ نعم، مباشرة نذهب إلى السؤال الثاني. لا، سيوجه إلى سؤال آخر، هل تتبع حاليا حمية غذائية معينة؟ المستوى الثاني من الأسئلة هناك أسئلة تختلف عن المستوى الأول. مثلا هناك تعدد الأسئلة، يعني هناك تكرارات الأسئلة. كم وجبة تتناولها في اليوم؟ مثلا وجبة واحدة، ثلاث وجبات، أكثر من ثلاث وجبات. ثم يأتيها سؤال آخر، نختار سؤال واحد فقط، بعدها يأتي سؤال آخر، هل تأكل بين الوجبات؟ ثم ما هي كمية الخضروات؟ واحدة. دونك هناك عملية تكميم للغذاء المتناول يومين، مرة في اليوم، من اثنين إلى ثلاثة أو أربع مرات. ما هي كمية الفواكه التي تتناولها؟ في كل مرة هناك عملية تخصيص وتوضيح للسؤال. دونك هناك عملية كم وعملية كيف. اليوم واحد، مرتين في اليوم، ثلاث مرات. ما نسبة منتجات الحبوب وما شابه ذلك من أرز، العجين، العجائن الغذائية، الكسكس، البطاطا؟ دونك هناك كمية المتناولة. المستوى الثاني من الاستبيان في أسئلة متعددة، أحيانا أبدا هل تتناول فطور الصباح؟ مثلا من بريس أليمونتير في الصباح عندما يأخذ التلميذ أغذية، يطرح هناك سؤال آخر،
مما يتكون فطور الصباح. هنا يمكن أن نأخذ عدة إجابات، ليست إجابة واحدة. أنا نأخذ حلوى بسكويت وشوكولاتة، يمكن أن يأخذ ياورت، يمكن أن يأخذ مشروبات محلات بالسكر. دونك ليس شرط أن يكون إجابة واحدة فقط، هناك تعدد الإجابات. السلوكات الغذائية والنشاط البدني نفس الشيء، إما أن نعطي لا نذهب مباشرة إلى بعث استبيان، إن لم يكن هناك لا مباشرة نعم يمكن إجابة أخرى. بعد الانتهاء من ملء الاستبيان العملية سهلة، تكون فقط بالضغط على زر نبعث الملف ويذهب مباشرة إلى قاعدة البيانات. تكنولوجيا يمكن استعمالها بطريقة سهلة وواضحة من طرف الجميع، ونشكركم على حسن الإصغاء.